فروح شايفين يا جدعان عامل ازاي؟ يا نهار ابيض يا جدعان شكلها يخد. يا نهار ابيض. ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد، وفيديو اليوم كالعاده مستمرين في تحطيم الارقام القياسيه. فيديو النهارده كان شخص طلب مني بيقول لي جرب حلوه مسلسل لعبه الحبار، فانا اتحمست جدا ان انا اجرب الحلوه ديت، وفي نفس الوقت هعملها بتحطيم ارقام قياسيه. احنا مش هنعمل مجرد حلوه وخلاص، احنا هنعمل اكبر حلوه لعبه مسلسل الحبار في العالم. طبعا ما اعرفش الحلوه دي هي تبع مسلسل لعبه الحبار او سكواد جيم، واسمها دلجونه كاندي او حلوه الدلجونه، مشهوره جدا في كوريا واتشهرت اكتر لما المسلسل ده اتشهر. فمتحمسين جدا عشان نحطم الارقام القياسيه، هنكون اول قناه عربيه تعمل اكبر حبه حلوه من مسلسل لعبه الحبار في العالم. فيلا بينا بسرعه يا شباب متحمسين، ويلا بينا نجهز مكونات تجهيز هذه الحلوه. مكونات تجهيز الحلوه دي ايه بقى؟ سكر، وهنعملها بكيلو جرام من السكر، وبيكنج سودا او كربوناتو جبناها، وورق زبده عشان نفرد عليها الحلوه عشان نعمل حبايه كبيره عشان ما تلزقش معانا، فجبنا ورق زبده. ورق زبده، سكر، بيكنج سودا، متحمسين عشان نعمل الفيديو. ورجعنا لكم اخيرا بعد ما عملنا اكبر حبه حلوى مسلسل لعبه الحبار في العالم. ونبدا دلوقتي نستعرض اكبر تحطيم رقم قياسي زي ما انتم شايفين كده. دلجونه كاندي اكبر واحده، شايفين يا جدعان عامله ازاي؟ يا نهار ابيض يا جدعان شكلها يخد. ريحتها ايه؟ عامله زي العسليه، جامده جدا يا جدعان، بس شكلها غريب، تحس رغيف حواوشي. شكلها مريب. تعالى بقى نكسرها كده نشوف هنعرف نحل اللغز بتاعها ولا لا. زي ما انتم شايفين كده قرص اهو. حد عمل اكبر من كده يا جدعان؟ ونيجي دلوقتي بقى نحل لغز هذه البتاع. طبعا احنا رسمين شكل هندسي، تعالى بقى نحاول نكسره وندوق في نفس الوقت طعمها، نشوف طعمها عامل ازاي. فيلا بينا يا جدعان، بسم الله. هنبدا نكسر جزء. اتكسرت من اول واحده، يا نهار ابيض. تعال ندوقها. تعالى كده نكسر حته. يا نهار ابيض ومطين. ده البتاع يا جدعان اتفشفشت. حته اهي. يا لهوي يا جدعان على الطعم. طعمها جامد جدا جدا. تخيلوا بقى نلتهم كل هذه الحلوى الدنجولاليه. بصوا قد ايه يا جدعان. اكبر دنجوله. يا جدعان ايه الطعم الجامد ده؟ احنا عاملين قرص ده يقضينا بقى سنه ده. فبس كده يا شباب كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا، عملنا اكبر حبه حلوه من مسلسل لعبه الحبار في العالم، اول قناه عربيه تعملها يا جدعان، وفي نفس الوقت الطعم بتاعها جامد جدا. وبس كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا. وطبعا شفتوا ازاي بنعملها، لو حد عايز يعملها بس على صغير طبعا يعملها بطريقه سهله جدا. ونشوفكم في فيديو جديد، كان معكم عبدو احمد ورا الكاميرا، ونشوفكم في فيديو جديد في سويت.